صباح الخير اولا على جماهير النادي الاهلي واعضائه، وطبعا في يوم زي ده يوم الذكرى بتاعت ابنائنا. النادي الاهلي النهارده ما بينساش ابنائه، والنادي الاهلي بيتذكر 72 من خيره ابناء وجماهير النادي الاهلي. واحنا يمكن مجلس الاداره عاصر الاحداث كلها، والنهارده بقرار مجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم كابتن خطيب، احنا النهارده بنبعت رساله للحياه اهم من اي حاجه. احنا عمرنا ما بننساهم، عمر النادي الاهلي ما بينسى اولاده، او عمر النادي ما بينسى جماهيره. النهارده اليوم دوت هو دايما بيدينا دافع للانتصارات اللي احنا بنشوفها، دايما بيدينا دافع في الامل اللي جاي. كل ما بنتذكرهم بنتذكر الانتصارات، اي فوز بيحصل او اي عزيمه بتبقى موجوده عندك بتفتكرهم بتقاتل، وهي دي روح الفانلة الحمراء اللي احنا دايما بنتكلم عليها وبنقول عنها. ما اقدرش اقول غير النهارده، يعني اتمنى الفتره اللي جايه تبقى فتره تطوير، فتره بناء، دافع للحفاظ على النادي الاهلي، فتره دايما النادي الاهلي يبقى في الصداره. دايما بنقول لاولادنا، يمكن انت النهارده شفت الترتيبات، كابتن محمود الخطيب على راس مجلس الاداره معاه يعني مجموعه مختلفه من لعيبه النادي الاهلي، كره قدم، نشاط رياضي بالكامل، الكره الطايره، السله، السباحه، كل النشاط الرياضي، كل الانشطه الرياضيه، تنس طاوله، كل الالعاب، مش عايز يعني الالعاب النادي الاهلي كلها بتشارك في احياء ذكرى ابناء النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين النادي الاهلي، وكابتن محمود الخطيب دايما بيقول، وكل رموزنا دايما بتقول، الجمهور هو نمره واحد بالنسبه للنادي الاهلي. جماهيرنا هم اللي بيدونا الدافع دايما للانتصارات والفوز. بنستمد دايما خطوانا اللي احنا ماشيين بشكل صح او بشكل فيه خطا، او القصه دي كلها من خلال النبض الجماهيري. دايما هم في قلوبنا وما بننساهمش ابدا، وربنا يصبرهم ويرحم شهدائنا وشهداء مصر بالكامل في كل حته. خلي بالك النهارده كل شهيد بتفتكره في اي مجال، جيش، شرطه، النهارده في البلد، ده اللي بيديك الدافع اللي انت دايما بتتحرك وبتشتغل عشان خاطر يعني ما يبقاش النهارده في المكسب الاساسي لكل انتصار بيحصل هو اللي انت بتهديه لشهدائك على مستوى الدولة وعلى مستوى مصر. هو ده اللي احنا دايما بنبحث عنه ودايما بندور عليه. فالنهاردة ذكرى، رسالة للحياة، وربنا سبحانه وتعالى يرحم شهدائنا جميعا، وان شاء الله باذن الله ما نشوفش غير كل خير الفترة اللي جاية باذن الله. كابتن مرجان، مراسم احياء الذكرى امام النصب التذكاري النهارده كانت خطواتها ازاي بالنسبه للترتيب مع مجلس الاداره وفي حضور ايضا نجوم او كبات الالعاب الاخرى في النادي الاهلي؟ المراسم النهارده زي ما حضرتك شفت وزي ما كل الموجودين شافوا، الكابتن الخطيب على راس مجلس الاداره وضع اقليم الزهور على النصب التذكاري، بعد كده كل واحد ممثل عن الفرقه او كابتن الفرقه، سواء كره قدم كابتن حسام غالي، كابتن حسام عاشور، والباسكت اقدم لعيب النهارده كابتن طارق الغنام، كابتن عبد الله السلام كره الطايره، السيدات شاركوا برضو نفس القصه، كل الناس يعني كل الالعاب شاركت النهارده. ولو انا عايز اقول لحضرتك ان كل الفرق كان نفسها تبقى موجوده النهارده، بس يعني احنا اخذنا كابتن فرقه او ممثل عن كل فرقه على جميع الاعمار السنيه عشان بس النظام يبقى كويس يعني. لكن على مدار اليوم ان شاء الله هتتابعوا هتلاقوا كل الفرق وكل اعضاء النادي الاهلي كلهم هيجوا، المكان موجود، وهتلاقي كل الناس بتيجي لوحدها بتقرا الفاتحه بتتذكر ابناء النادي الاهلي. بنتذكرهم دايما، بنحطهم هدف قدامنا، اللي ده الهدف الاساسي، ازاي نحافظ على النادي الاهلي، ازاي النهارده دايما نبقى في انتصارات، ازاي النهارده دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه، علشان خاطر ذكراهم دايما في قلوبنا، في هذه الدافع للانتصار ان شاء الله. باب النادي النهارده مفتوح، هأرضوا اسر الشهداء يحضروا نصب التذكاري، نعرفهم من خلال شاشه قناه الاهلي ان باب النادي مفتوح لهم يحضروا النهارده على مدار اليوم. باب النادي طبعا مفتوح عشان خاطر يجوا ويحضروا، واللي عايز يحط ورده على النصب التذكاري موجود النهارده، ده اليومهم، واحنا موجودين في استقبالهم، ويعني هم عارفين كويس قوي، واحنا ايدينا معاهم دايما، عمرنا ما بنبعد عنهم، وان شاء الله باذن الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه كويسه باذن الله يعني. اختم معاك كابتن مرجان، رساله تحب توجهها لجمهور النادي الاهلي واسر الشهداء في هذا اليوم. جمهور النادي الاهلي، انتوا العنصر الاساسي بالنسبه لنا رقم واحد. اتمنى ان احنا ما نشوفش يعني حاجه يعني مشكله زي او حاجه ماساويه زي اللي احنا شفناها قبل كده، واللي عاشها غير اللي سمع عنها غير اللي ما حضرهاش. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ما نشوفهاش تاني. بقول لجمهور النادي الاهلي، احنا مكاننا في المدرجات ورا النادي الاهلي للتشجيع النادي الاهلي. خلي بالكم
عدم وجودكم فارق معانا كتير جدا جدا، ويمكن الناس كلها عارفه كده. احنا بنسعى جاهدا ان احنا نرجع الجماهير للمدرجات مره ثانيه، ولكن النهارده عشان نرجع احنا عايزين نضمن سلامه الجمهور قبل اي حاجه. فانت اديك انت شايف احنا عندنا على تم استعداد، والنهارده كل الجهات المعنيه على تم استعداد، ولكن اهم حاجه اللي الناس بتدور عليها النهارده الامن والسلامه. مش عايزين نخسر حد تاني. الرياضه كده كده هدفها رسالة سلام، رسالة محبة، التنافس، تنافس شريف. عايزين نرفض العصبية اللي بقت موجودة في الفترة الأخيرة. اللي بيكسب بيكسب بنقول له مبروك، اللي بيخسر بنقول له هارد لك. دايما النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين بيكسب بأبنائه، بيكسب بروح الفانيلا الحمراء، بيكسب بالروح اللي عنده اللي احنا اتربينا عليه واحنا صغيرين. فأنا بقول للجمهور أنتوا العنصر الأساسي. الفترة اللي جاية عايزينها تبقى فترة كويسة، فترة التزام كويس. احنا معاكم وانتوا عارفين كويس قوي اللي احنا معاكم، وبنتمنى عودتكم. ولكن النهارده بنحترم قبل اي شيء القوانين، بنحترم القرارات اللي الدولة بتقولها. النهارده مصر كلها، النادي الاهلي ده جزء من مصر. لو مفيش بلد النهارده مفيش النادي الاهلي. واحنا جربنا فترات اللي احنا كنا بنلعب فيها، يمكن كان النادي الاهلي الحاجة الوحيدة اللي كانت فرح الدنيا. فاحنا عايزين النهارده نفضل نستمر في هذا المنهج، نفضل نستمر. ما زلت مصمم النهارده رساله حياه، لان لو احنا بنقول ذكرى احنا ما نسيناش عشان نتذكر، وما نسيناش عشان نفتكر، احنا عمرنا ما هننساهم. ولكن النهارده رساله حياه للناس كلها. اتمنى للناس تحط ايديها في ايدينا، اتمنى للناس كلها تبقى عندها هذا الدافع عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان شاء الله باذن الله. طبعا.